تواصل مستمر أشواطنا مستمرة بهذه الانطلاقات القوية التي تنطلق في صباح هذا اليوم عاشر الأشواط الخاص مشاهدين الأعزاء بالقعدان. انطلق قبل قليل حيث نتابع مقدمة الشوط، نسير مع المركز الأول في هذا الانطلاق. وضاح سالم بن يابر بن هياي المنصوري ياتي على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول، ولكن اللي خير واستلم المقدمة هذا شاهين عمر بن راشد بن سبت الخيلي، يتواجد بوجود وانطلاقة شاهين على مقدمة هذا الشوط. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني ليتواجد في هذا الانطلاق هو أيضا من يحتل المركز الأول القفاي عبد الله بن سعيد بن مصبح النعيمي، بدأ يستلم المقدمة. المركز الثاني مرموق حمد بن مطر بن محمد النيادي ياتي مع المركز الثاني، شاهين لعمر بن راشد بن سبت الخيلي يتواجد أيضا في المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع مع وجود شعار بن هياي ياتي رابعا وخامسا، أيضا ينطلق في مشاهدين الأعزاء هذا مبدع هادف بالحزمي بن قناص العامري متقدما مشاهدين الأعزاء في المركز الخامس، لنقدم له التهنئة في يوم الأمس مع اختطاف أيضا لمشاهدين الأعزاء لحيلة في أيضا رمز مشاهدين الأعزاء الإنتاج، فكان أيضا منتصرا في الصعوبة، نقدم له التهنئة. حيث نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول إلى مقدمة الشوط القفاي عبد الله بن سعيد بن مصبح النعيمي يتواجد على المقدمة وعلى المركز الأول. الشامخ على المركز الثاني، تحرك حمد بن مبارك بن أحمد المهيري يتواجد في المركز الثاني خلال هذا الانطلاق، بينما بن سبت ياتي بشاهين على المركز الثالث. عمر بن راشد بن سبت، عمر بن راشد بن محمد بن سبت الخيلي يتواجد أيضا في المركز الثالث. المركز الرابع هذا أيضا رماس حمد بن سعيد بن يمع الكتبي. المركز الخامس بن عمان مع الصداوي سالم بن سعيد بن عمان المهيري، ولكن تدخل سريعا الفائز عبد الله بن محمد بن عتيق المهيري، خذ المركز الخامس. بوابة الكيلومتر الأخير من خلال هذا الانطلاق والإبداع الذي يظهر بوجود هذه النوعيات المنطلقة على المراكز الأولى. العودة إلى الصدارة الشامخ حمد بن مبارك بن أحمد المهيري يتقدم أيضا على الصدارة القفاي عبد الله بن سعيد بن مصبح النعيمي، ياتي في المركز الثاني بمنافسة ثنائية قوية. حتى الآن اقترب بن سبتة، اقترب مشاهدين الأعزاء أشعار المهيري على المركز الثاني. ياهي أسماء قادمة، ياهي قعدان متحركة راقبة أيضا وراقبين ملاكها بأن يحققوا ناموس هذا الشوط. جولة الأوامر الأخيرة الخمسمائة متر الأخيرة، وما زال الشامخ حمد بن مبارك بن أحمد المهيري يقود هذا المسار يعلن بالانطلاق لدى المقدمة لدى المركز الأول، بينما المركز الثاني هذا هو أيضا القفاي عبد الله بن سعيد بن مصبح النعيمي، شاهين عمر بن راشد بن سبت الخيلي يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثاني خلال هذا الانطلاق والإبداع. ولكن شوف المقدمة، شوف المهيري على المركز الأول يتواجد لدى صدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز. الأمتار الأخيرة الخطيرة الشامخ اسم على مسمى بشموخه وكبريائه بناموسه وإبداعه بانطلاقه أيضا وعروضه الممتازة حمد بن مبارك بن أحمد المهيري، تهانينا والناموس. المركز الثالث عمر بن راشد بن سلطة الخيالي، ثالث العتيق بن محمد المهيري، رابعا مشاهدين الأعزاء كان أيضا كفو محمد بن سالم بن سعيد الوهيبي، وخامسا المفتي علي بن مبارك بن محمد الشامسي. التوقيت 4:37 ثانية، تهانينا والناموس.